السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. احنا النهاردة موجودين عند العمدة كينج دريس، النهاردة عاملين مفاجآت جامدة جدا، عروض حلوة قوي قوي زي ما احنا متعودين، وتشكيل جبار ما شاء الله. عندنا اكتر من مكان في مول اركيديا، كل مكان وليه الشغل الخاص بيه وليه الاسعار الخاصة بيه. ما ننساش الفرع الجديد الفي اي بي، فيه موديلات عالية جدا، شياكة وخامة والوان ومقاسات كمان ما شاء الله ما شاء الله، كتير جدا جدا جدا. ما ننساش برضو ان احنا عندنا شحن للقاهرة الكبرى والمحافظة، وطول ما الفيديو شغال ارقام بسيبها اسفل الشاشه للتواصل مع العمده كينج دريس. مفاجاتنا النهارده ان في محل كامل قطعه وعليه قطعه هديه، والقطعه بكام؟ ب 499 جنيه، 499، وهتاخدي عليهم قطعه كمان هديه. للاسف ما لحقتش اصوره لان هم كانوا لسه بيفرشوا فيه، والمكان كان ما شاء الله مليان بضاعه، فسبتهم يخلصوه وقلت لهم انا هقول عليه في الفيديو، بس اللي هيجي هيبقى عارف ان احنا في مكان كامل موجود عليه قطعه هديه، هتاخدي اي قطعه منه وعليها قطعه تانية هديه. مفاجاه النهارده جامده جدا، وشغل النهارده مميز جدا جدا. طول ما الفيديو شغال في عروض جامده جدا في كل لحظه، كل محل وله العروض الخاصه بيه. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ده كده معانا الاسعار تحفه، يعني احنا اسعارنا في السواري بتبدا من 200 جنيه يا جماعه. بصوا ده عظمه وادوار وحلو قوي. طول ما احنا ماشيين الفرع ده كمان مميز جدا. استاذ احمد منور. ايه الاسعار الحلوه دي؟ ربنا يبارك فيك. موديلات واسعار وخامه ومقاسات كمان. والله مش معنى الموديل ان هو ب 199 جنيه يعني في عيب. احنا ممكن نعمل من الموديل ده 1000 حته. اتباعه 900 حته. خلصوا. تمام. اتباع مثلا ب 1000 وخلصوا، اتباع ب 700 وخلصوا. فاحنا بنعمل بدل ما نعمل اعلان في التلفزيون او اعلان مدفوع الاجر، لا احنا بندي الزبون حاجه يستفاد بيها. 199 جنيه العرض. انتوا تستفادوا بيه احسن، صح كده؟ احنا عايزين ندي للزبون ببلاش، بس مش هينفع الناس هتقول هنسرق. ما هو 200 جنيه على فكره. 199 جنيه اللي هم ال 100 ال 100 حته تفصيله. ايوه ال 100 حته اللي اتبقوا من القصه. فاحنا بدل ما نبيعهم لحد بواقي، لا احنا نبيعهم في محلاتنا وزبوننا يستفاد منهم. بالظبط، حلو قوي. 199، 550، بصوا عندك 450 و450. بصوا 550 الابيض ده حلو قوي. ده النهارده ب 299 300 جنيه. ده بصوا اللي على جولد ده 299 ما شاء الله. ده 499 قطيفه. القطيفه نازل موضه قوي 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 بكل الوانه ما شاء الله. بصوا تشكيله تحفه، عندك مميزة جدا. ده ب 299. بصوا ده تحفة، وبألوانه يا أستاذ أحمد. ألوان؟ لا كل حتة، ما هو ألوان. 100 حتة، 200 حتة. تمام، حلو قوي. 499. بصوا القطيفة يا جماعة ترندي قوي ما شاء الله. ده اكستنشن، ده عليه باي تركي ب 699. ما شاء الله 399. الله، بصوا ده دي بدل 2000 جنيه 550، بدل 2000 بدل جنيه 2000. 550 دي كانت واخداها من عندنا بوسي، فنانة بوسي. بوسي بتاعت مش عارف بتقول ايه. بينا يا دنيا. 550 دي بدل 1000 جنيه. بدل 1000، حلو قوي، حلو حلو بصراحة، العروض جامدة جدا. في عندك بقى القطيفة. بصوا أيوة أنا عايز أشوف القطيفة ده. بصوا القطيفة ده كتفه كتفه ده 299، لا ممكن يبقى سابرينا. 299 جنيه. القطيفة ترندي. بدل 750. بدل 750. ده حاجة محترمة، ذوق تركي. حاجة بقت ب 450. كتير يعني، ولو نقدر والله، لو نقدر ننزل اقل من كده هنزل والله. تسلم يا استاذ احمد، تسلم، ميرسي. ذوق 250. ده 250 وعظمه قوي، حلو جدا. وبرده الاخير ده ب 450 الجراي ده قمر وحلو جدا. كل التشكيله دي عاملين عليها عروض طول السنه استاذ احمد. عاملين عروض في فرع تاني كامل. في فرع تاني كامل برده عروض ب 299. الله يبارك لك، الله يبارك لك. في فرع بقى في اي بي هتروح تشوفيه دلوقتي. بيبدا من 500 لغايه 2250، كل الموديلات وحاجات عاليه، يعني كل المستويات موجوده. كل عندنا كل المستويات موجوده. اللي هتيجي هتلاقي ذوقها وهتسلم. معاك فلوس تاخد، ما معاك فلوس تاخد. الله يبارك لك، تسلم، ميرسي لذوقك عشان خاطر القناه بتاعتك. الله يخليك. في كمان معانا بقى التشكيله دي، عايزه اقول لكم قمر قوي، حلو قوي. بصوا اول واحد ده ب 850، ده يلبس معانا لحد 85 كيلو تقريبا، صح؟ تمام. وفي منه الوان تانية كمان. واللي جنبه ده بكام؟ اللي جنبه ده ب 800. بصوا حلو قوي، وزي ما يكون عليه اكستنشن كده، بس هو فيه مش بتشيلوه، حلو قوي. وبرده في الوان تانية منه على فكره، في منه الجولد ده كمان محطوط جنبه، وفي التول ده مناسب جدا جدا لافراح بالنهار، عظمه قوي. وكمان الاسود ده وان سايز، صح؟ وان سايز، يعني لبس معانا لحد 70 مثلا. تمام. بصوا كمان البيبي بلو دوت كده، ده ب 800، وده بكام؟ الاسود ب 850. 850. بصوا ده الكولكشن الجديد اللي نزل يا جماعه. بصوا الله، العرض قمر. حلو قوي قوي قوي. بصوا
عرايسنا بقى، عندك خطوبه، عندك اي مناسبه جايه النهارده، على فكره الاسعار دايما هنا عند العمده مميزه، دايما عامل عروض، اي وقت تيجي بتلاقي فيه عروض على الشغل. اللون ده حلو قوي، ده اللون التاني منه الزيتي ده نزل موضه قوي 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 في السواري، تحفه. بصوا بقى عندنا التشكيله دي برضو، عايزه اقول لكم قمر وعظمه، وزي ما احنا متفقين كل الشغل ده في منه الوان وفي منه مقاسات حلوه. دي اللي هي اسمها ايه، جومي تقريبا، جومي. كل الشغل ده كده معانا جومي، يعني ده مناسب قوي لو انت عندك المناسبه خاصه بيكي انت بالظبط كده. الابيض ده كانت بكتاب عظمه قوي ما شاء الله، بصوا الالوان والشياكه، تشكيل تحفه، في حاجات مناسبه جدا للمحجبات. واحلى حاجه هنا عند العمده ان هو دايما دايما عامل حساب المحجبات في حساباته، عامل لهم تشكيله واختيارات جامده جدا، اسعارنا مميزه جدا جدا ما شاء الله. كل الشغل ده بمقاسات وبالوان حلوه قوي قوي. بصوا كمان الشغل ده، بصوا الابيض اللي جوه ده حلو جدا، وده كمان حلو قوي قوي الكحلي ده، في منه الوان ثانيه برده، والسيلفر ده كمان في منه الوان ما شاء الله حلو قوي. بصوا تشكيله جامده جدا جدا جدا، يعني بصوا الاحمر ده ب 700 جنيه عظمه، واللي جنبه ده ب 600، وفي اسعار كمان مميزه اقل من كده. تخيلوا بصوا الصلابات دي 850 وعظمه تحفه حكايه، وشوفوا الفستان ده تحفه تفاصيله برده جميله جدا. بصوا تشكيله حلوه قوي قوي، وفي منها مقاسات وفي منها الوان. احنا في العمده اركيديا مول يا جماعه، على الكورنيش في صف الاذاعه والتلفزيون، عندنا شحن، هسيب لكم الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع العمده كينج دريس. عندنا هنا اكتر من فرع، في كل فرع هتلاقوا فيه تشكيل غير التاني. زي ما احنا شايفين القمر اللي قدامنا ده ب 600 جنيه، شايفين الشياكه حلو جدا، حاجه ب 600، حاجه ب 700، حاجه ب 750، الثلاثه اللي جنب بعض دول. بصوا كمان الجري الغامق ده، الحاجات دي حلوه قوي لخروج بالنهار، لو في مناسبه بالنهار الحاجات اللي نازله موضه دلوقتي دي كده فيها حلوه قوي. بصوا الالوان، يعني بصوا جسمي في اختلاف عندها ولا الاثنين زي بعض منها؟ بصوا جميل جدا، والاحمر ده والموف واللافندر، الله، والقبل الاخير ده حلو قوي لونه مبهج قوي. بصوا التشكيله دي برده 550، السيلفر ده سيلفر في جولد ده 550. بصوا كمان في التشكيله دي مات خالص ما فيهاش اي لمعه، ده كده نفس الموديل بالتلات الوان اللي جنب بعض دول، البيج والاسود والمانت في الجري، حلو قوي في الجري. بصوا كمان اللي داخل على جنزيري ده عظمه، حلو قوي قوي قوي، وموضه جدا على فكره اللون ده ما شاء الله جميل، حلو قوي. يلبس ايه؟ 120 كيلو. والله حلو قوي، ده يلبس معانا ال 120 كيلو، فرحتيني. بصوا الزهري ده كمان، ده زهري غامق شويه، ده برده قمر قوي قوي. عايزه اقول لكم عندنا اسعار عظمه جدا بجد، عندنا اسعار متوسطه واسعار معقوله تقدري اي حد يقدر يجيب بيها، وعندنا اسعار طبعا كمان مميزه جدا جدا لتجار الجمله. بصوا القمر اللي قدامنا الاسود ده ب 650، والموف ده ب 750، حاجات نازله على منفوش وحاجات نازله ملمومه كده قمر. بصوا ده 950، ده تحفه، ده ينفع جدا لو خطوبتك، ينفع جدا ما شاء الله. بصوا كمان ده حلو قوي، تشكيله تحفه، والاثنين اللي جنب بعض دول قمر حلوين قوي قوي قوي، في منهم الوان ثانيه مش كده؟ اه موف ونبيتي واسود، والاسود دوت ده زي اللي احنا شفناه الناحيه دي، اه زي ده كده تمام. بصوا برضو عندنا الابيض والمنت اللي جنبه ده عظمه قوي ب 650، انتوا متخيلين ده كده ب 650؟ ده تحفه، وفي منه الوان ثانيه على فكره. الوانه ايه ده؟ الابيض؟ لا ده المنت، في الاسود والكشمير والبيج بتاعه، الاسود والكشمير والبيج، وفي كذا لون، وفي بيبي بلو. بصوا ده كمان كتفه، كتف ده قمر حلو قوي ورقيق في نفسه كده، تحس اني ملاك قمر والله. ده يا جماعه ب 650 المنت، والابيض ده بكام؟ 850. بصوا الاسعار حلوه ازاي، اسعار حلوه قوي قوي قوي. عندنا اكتر من فرع هنا، بصوا الجراي ده 450، الله ده حلو قوي، بصوا تحفه. بصوا الاسود كمان اللي جنبه ده مش تقليدي ابدا، ده ب 750، مش تقليدي خالص خالص. الموديلات دي بقى بتلبس معانا اوزان صح؟ الاسود ده بيلبس مقاسات كبيره، الاسود من اول هنا لحد الاخر، لحد الاخر الاسود ده 550 ما شاء الله تمام. ودول يلبسوا معانا مقاسات كبيره، اللي هو من اول كده لغايه فين؟ لحد الاخر، لغايه الاخر يا جماعه. بصوا بقى موديلات ثانيه بتلبس مقاسات كبيره، وفي موديلات ثانيه برده جميله قوي وتلبس، ده اللي عجبني، اه اللي قالت لنا فيه منه ما شاء الله تحفه. بصوا بقى عندنا هنا ده كده فرع تاني، اول دريس ده معانا ب 399. بصوا الخامه بتاعته مختلفه يا جماعه، مختلفه وتفاصيله حلوه، وعايزه اقول لكم بجد يعني ليدي كده في اللبس حلو قوي. بصوا كل التفاصيل دي قدامنا، 650، 500، 450، و 1250 القمر ده. بصوا ده 1000 ايه؟ 800.
ده بقى 800، ده انا بقول لهم 1250، ده كده معمول عليه عرض ب 800 بدل 1250. عايز اقول لكم حلو قوي ومعمول عليه عرض، وهو موجود بكل الوانه ومقاساته. بصوا كمان كده، بصوا التشكيله دي حلوه قوي ما شاء الله. بصوا كمان ده حلو قوي، النصين ده بصوا جميل، سيمبل للناس اللي بيحبوا الحاجات الرقيقه، سيمبل جدا. بصوا كده ما شاء الله تشكيلة تحفة ولطيفة. معانا اهو برضو ب 250، ده شكل جديد. بصوا جاي من قدام كده اهو، ما شاء الله عظمة قوي. وطبعا الابيض ده بقى ينفع معاكي في كتب الكتاب او اصحاب العروسة، فهيبقى بجد منتهى الشياكة. اسعاره ايه؟ 550، انا بقول لكم من ناحية الشمال لليمين، 550 950 850 850. بصوا برضو السلبات دي 500، وبصوا الزهري في الاسود عظمه قوي ب 750، ودي تحفه، دي سلويت عظمه ما تبينش. لو واحده مليانه لابسه دي تلبس لغايه كام؟ لحد 70 80. معقوله يعني، بس عايزه اقول لكم ما شاء الله حلو قوي وشيك قوي في اللبس. بصوا الاشكال دي كلها على فكره الاسعار موجوده، تقدري تعملي سكرين شوت وتقربي تشوفي السعر اللي يناسبك. اول واحد ده حلو قوي ب 650 ما شاء الله. في التشكيله بقى اللي ورا دي، دي عليها الترتر اللي عليها مط مش بيلمع، صح؟ هو الشغل على قطيفه مش كده؟ الشغل ده على قطيفة حلو قوي، ده كده 550، ده قصير يا جماعة. بصوا كمان السيلفر ده ما شاء الله حلو قوي، الله. بصوا الاسود ده برضو 500. بصوا تشكيلة عظمة، الشحن متاح، الرقم موجود طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشة، التواصل مع العمدة كينج دريس. بصوا اللي على الشمال ده محير، يلبس معانا لحد تقريبا 18 سنة، صح؟ حلو قوي. وفي بقى طبعا معانا حاجات الاطفال موجودة بكل الوانها وتشكيلها وحاجات تحفة وقمر. بصوا ده برضو محير، ده كمان حلو قوي. بصوا بقى اهو كل دي الموديل موجود بالمقاسات بتاعته كلها بالالوان. بصوا كل ده كده ما شاء الله. اسعارنا في الاطفال تقريبا بتبدا من كام هنا؟ 550، والمقاسات الكبيره 650. ما شاء الله حلو قوي. بصوا كمان الحاجات دي كده، كل ده كده مقاسات اطفال وموديلات كتير جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. بصوا الابيض هنا بقى، عروسه صغننه والله بجد، تفاصيلهم حلوه ما شاء الله. بناتنا بقى دلعي، لو عندك مناسبه جايه هاتي كل اللي نفسك فيه، هنا الاسعار حلوه قوي قوي، وزي ما قلت متاح معانا شحن. بصوا كمان في المجموعه دي كده 550 600، الله. بصوا الاسود ده 400 وحلو قوي، ليه وردتين كده. بصوا شايفينهم تحفه، حلو قوي، 550 وطويل ومناسب جدا للافراح بتاعت النهار دلوقتي. شايفين العظمه؟ بصوا حلو قوي. على فكره يا جماعه كل مكان هنا كل فرع وفي التشكيل بتاعه الخاص بيه. ده كمان ده ب 300، ده حماله ودوار برده حلو قوي لبناتنا ما شاء الله، جميل جدا البنات ولادنا الصغننين اللي هما يعني اليسات. بصوا برده كده 300 300، تخيلوا الموديلات دي كده كلها جنب بعضها ب 300 299 300، مش فارقه يعني، حلوه جدا. بصوا كده ده برده الاحمر ده ب 500 واللي جنبه ب 300 برده. كل التشكيله دي الكشمير ده ب 200، بصوا التفاصيل الفيديو كلها ب 200 تصفيات. بصوا السيلفر ده ب 400، الجامس دي برده حلوه قوي جميله قوي ب 400، والدريس الاسود ده ب 450، ده برده عظمه قوي وشيك جدا جدا جدا. العرض تحفه، الاسعار مناسبه جدا ما شاء الله، برده زي ما قلنا عندنا شحن يا جماعه. بصوا كمان القطيفه معانا بموديلاتها كلها موجوده النهارده، ده كده ب 500، وفي ده برده معانا كده 500 450، موديلات كتير وحاجات مميزه جدا جدا. ده كمان 500 وده 200 اللي على الطرف ده، عظمه قوي حلو جدا. بصوا ادوار، بصوا ده حلو جدا. برده التشكيله اللي قدامنا دي كلها 750 550 500، اشكال كتير قوي، اللي يعجبك فيه منه الوان ومقاسات كتير جدا، والشحن متاح وطول ما الفيديو شغال الارقام موجوده اسفل الشاشه. احنا عندنا كل القصير هنا بسعره من 550 ل 650، عندنا تشكيله منه برده ما شاء الله تحفه قوي زي ما احنا شايفين كده، جميله جميله. كل الشغل ده على فكره نزل موضه قوي، واسعاره هنا مميزه جدا 550 650 ما شاء الله تحفه. هو الجلد ده معانا بكام؟ الاسود ده 550. كام؟ 550 برده، حلو قوي، وجلد يا جماعه ما شاء الله. بصوا ده بقى اللي احنا قلنا عليه نازل كوليكشن جديد عشان الافتتاح الفرع الجديد ده، حلو قوي، ده كده 1500. طبعا احنا هنا في الفرع الفي اي بي احنا قلنا كل المستويات موجوده عندنا وكل الاسعار موجوده. بصوا الموف الغامق ده تحفه، وطول ما الفيديو شغال الارقام موجوده اسفل الشاشه، التواصل مع العمده كينج دريس. احنا عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات ما شاء الله، التشكيل رائع، الالوان بصوا راقيه جدا، جذابه جدا جدا، مقاسات الوان تشكيله رائعه بجد بجد. بصوا
شايفين الشغل اللي هو كله فيه استراسات وترتر ده، الالوان دي تحفه، الجولد السيلفر الجنزيري ده نازل موضه قوي قوي، هو واللافندر بصوا جميل جدا ما شاء الله، والقطيفه برده نازل موضه قوي، سوشيكا عظمه بجد. وده طبعا ده من الكولكشن القصير بتاعنا اللي احنا قلنا عليه 550 650، اشكال كتير واسعارنا زي ما احنا قلناها، والشحن طبعا متاح. في الحاجات دي بقى عظمه قوي ما شاء الله، التشكيله دي كلها حلوه مناسبه قوي قوي للمحجبات على فكره ما شاء الله، جميله جدا. ده بقى فرع الفي اي بي استاذ احمد، يعني لسه بنحط فيه الشغل ما شاء الله، في شغل اعلى من كده يعني، جبيرات زي كده مثلا، جبيرات الجمهات ده اللي نازل قوي كمان في الاخر، ده اللي نازل باذن الله احلى. بتنزل شغل كل قد ايه استاذ احمد؟ احنا نو كل يومين، كل يومين كل يومين لازم ينزل موديل يعني احنا عايزين له زياره كده مستمره يعني لاي واحده عندها عروسه. عندنا سبع فروع هنا ما شاء الله، تمام. ليه سبع فروع؟ مثلا احنا عندنا 1000 موديل، في فرع شال مثلا 200 مش شال ال 1000 ما شاء الله، تمام. بنضطر ناخد الفروع اللي جنبيه لو حتى 12 محل عشان خاطر زبون الجمله، مش هينفع يجي اقول له روح خد ده من اركاديا واطلع على الوكاله خد الاطفال، واطلع الاطفال روح امبابه المخزن خد مثلا موديل تاني، فاحنا عاملين اركاديا للجمله. احلى حاجه عندك يا استاذ احمد ان احنا نقدر نيجي احنا واولادنا واصحابنا واخواتنا نجيب كل حاجه، مقاساتنا موجوده واذواقنا موجوده، حتى الكاجوال ده اهو بنفتح محلات كاجوال، في كاجوال ان شاء الله، تمام ما شاء الله. دي بقى القطيفه البايت اللي طالعه موضه السنه دي، بصوا عاملين منها كذا موديل، ده موديل كل الشغل ده على القطيفه، ادي موديل، ده موديل تاني منها، تمام، وده موديل تالت، تمام، وده موديل رابع مختلف، تمام، في سبعه وقفازين من تحت، حلو قوي، فاهم القطعه بتاعته قمر، حلو قوي دي، ده اوف شوردر وقفازين من تحت، الله تحفه، ده سمكه يعني طبعا، جميل قوي ده، ده عاجبني قوي على فكره، ده قصير بس والالوان جامده جدا، يعني مختلفين كذا ذوق، بصوا كده ده شفاف كده من تحت طول، حلو قوي. زاد انا عندي هنا مثلا حوالي 20 موديل مش معروض ما شاء الله. طب ايه هنعرضهم امتى؟ يلا بقى يعني شغالين ان شاء الله. بصوا لسه في هنا اهو مكان، هم لسه هيكبلوا فيه شغل وفي شغل متكيس ورا طبعا. لا بجد تسلم لي استاذ، لسه ما اتعرضتش. الستانات طبعا نازله موضه السنه دي، الستانات والقطيفه كمان، الستانات والقطيفه البيض، الستانات عندنا 120 موديل، احنا مش عارضين منهم غير 3 أو 4، تمام، فلسه بنعرض في الفرع اللي هو اللي جنبه ده برضه تبعنا، بنعرض فيه الستانات. استاذ احمد صحيح، بمناسبه الفرع اللي جنبنا ده، احنا عندنا اصلا هنا فساتين زفاف، عندنا برضه في الفرع اللي جنبنا ده زفاف، نزلنا حوالي 20 موديل، بس احنا باذن الله هنكملهم حوالي مثلا 40 وتصور ان شاء الله باذن الله. عايز تاخد لقطه برضه، افتحي لها تاخد لقطه، هوديكوا كده لقطه هناك تشوفوا الشغل اللي موجود، احنا خدنا لقطه قبل كده بس انا المره دي هحاول اوريكوا شغل جديد. الموديلين القطيفه الساده دول لسه، لا ده الموديلين ما شاء الله عليه، تعالوا نشوف الشغل القطيفه ده برضه حلو، انا بقول لكم القطيفه نازله موضه بالوانها يا جماعه بجد، تحفه قوي، اقسم لك بالله التركي بتاعهم ب 2600 جنيه ده القطيفه معانا كام يا استاذ احمد؟ 950 جنيه، حلو قوي قوي، التركي بتاعه ب 2600، ودي قطيفه تركي مش قطيفه صيني، الصناعه مصريه، الصناعه طبعا، طبعا صناعه مصريه، ان الموديلات دي بتاعتنا احنا، والاكسسوري ده مش بلاستيك زي المتر، لا ده استرس، ده اكسسوري يعني اكنه كريستال عصفور ما بيصديش، حلو قوي حلو ما شاء الله. تعالوا بقى ناخد فكره عن الزفاف بتاعنا، بصوا الله الله شايفين عظمه، ده لسه اهو يعني لو حد دخل جمله بنبيع له، لو عروسه بنبيع لها، تمام، لكن احنا بنبيع، بصوا الشغل، روح ادينا فرع وليه ديل هنا، بصوا الديل طبعا ملموم هنا، بصوا بقى الموديل ده كمان ده تحفه عظمه قوي، شايفين الشياكه بتاعته من اول فوق لغايه تحت شغل كله عظمه بجد تحفه، بصي كمان الديل من ورا، بصوا حلو قوي، حاجه شياكه بجد، الله على الشغل، بصوا تسلم ايدك يا استاذ احمد، شايفين الشغل ده الافتتاح بقى لسه بيكمل، التصوير ظالم الشغل على فكره ما شاء الله، طبعا الموديلات كتير وموديلات موجوده، واللي عايزه تيجي تيجي، ربنا يرزقك يا رب يا استاذ احمد ويحسن سوقهم، الشغل حلو والله، يبارك لك. الزفاف هنا بيبدا من 1950، اعلى حته ب 3500، اعلى حته 3500 اللي هي موجوده قدامنا، بيقدروها باربعه، ما هو بالظبط انا قلت قبل كده ان الاسعار دي اسعار تاجير مش اسعار بيع فستان بتاعي، بصي الزفاف احنا مش عايز، بصي 50 جنيه احنا راضيين فيها الحمد لله، الله يبارك لك والله يا استاذ احمد، ربنا يتمم كل عرايسنا، تبيع اكتر صح، دي فستان ديل 2 متر ب 3500 جنيه والله، ولو ما معايا برضه بنريحها، لا وبص الشغل يا استاذ احمد، بص تفاصيل الشغل بايت ما بينزلش، ده تحفه
تحفه وديل وتفاصيل. كافيار سوري ده كافيار ما بينزلش يعني مش اللي هو بيقع. بصوا حلو قوي الله يبارك لك حلو جدا. 3500 جنيه وعندي شبيه ليه بالظبط ب 1950 بس مش واخد جمي. مش واخد جمي تمام. ما هو بالظبط احنا يعني الحته سعرها كمان بالنسبه للسوق بره يعني لو جه حد ناس بياخدوا منك جمله يعني الاسعار دي بره اعلى من كده طبعا. طب ولو نزلنا عارفين قوي اماكن تانية كتير لو نزلتي هتلاقي الشغل ده اسعاره بكام بره. فهنا بجد احنا كمان في مول وبرده حضرتك مميز بسعرك وكميتك وتشكيلك. تسلم يا استاذ احمد. بص احنا شغالين بيع هو الفرع لسه ما اكتملش بس احنا شغالين بيع تمام. فاللي عايز الفيف تيجي احنا فاتحين وشغالين. احنا معانا هنا يا جماعه من او من الاطفال عندنا حوالي 20 موديل يعني. تمام احنا معانا هنا الموديلات من الاطفال لغايه العروسه بتاعتنا اللي بتتجوز يعني الام وبنتها. فستان الزفاف نازل منه فستان اطفال نفس الموديل. الله حلو قوي حلو جدا دي حلوه الحركه دي جدا. بصوا كل الاشكال دي موجوده معانا بجد بجد. الفيديو كان مميز جدا النهارده وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.